يتوجه حجاج بيت الله الحرام غدا الاثنين الموافق الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية إلى صعيد منى اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في غضون ذلك أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إصدار مليون وثمانمائة ألف تأشيرة إلكترونية للحج في وقت قياسي في موسم هذا العام thank بيك. بملابس بيضاء ووجوه مستبشرة أدى مئات الآلاف من الحجاج طواف القدوم حول الكعبة المشرفة في مكة المكرمة قبل الانتقال إلى منى لقضاء يوم التروية وصعود جبل عرفات في مستهل مناسك حج ينطلق بأعداد مماثلة لما قبل جائحة كورونا داخل المسجد الحرام وقف مسعفون على أهبة الاستعداد في مواقع مختلفة فيما كان متطوعون يدفعون الكارثة المتحركة استعدادا لمساعدة كبار السن والمرضى ممن لا يستطيعون المشي مسافات طويلة. شوارع مكة المكرمة امتلأت بالاف الحجاج من الجنسيات كافة بعدما سمحت السعودية بأداء فريضة الحج هذا العام دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم. وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت أنها أصدرت مليون وثمانمائة ألف تأشيرة إلكترونية للحج في وقت قياسي في موسم هذا العام فيما تتوقع السلطات السعودية مشاركة أكثر من مليوني حاج من 160 بلدا هذا العام وكان الحج العام الماضي قد اقتصر على 926 ألف حاج بينهم وثمانون ألفا من الخارج وذلك بعد عامين من اقتصاره على بضع آلاف من سكان المملكة وحدها بسبب الجائحة واستعدت السلطات السعودية لهذا الحدث الكبير بإقامة الكثير من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة، وجهزت سيارات إسعاف، ونشرت 32 ألف مسعف لتلبية احتياجات حجيج بيت الله.